السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نحاول نخدم معكم بعض الدول الأصلية، ماشي الكل، لحقاش كيف ما تتعرفوا ضروري في الدرس كاينين بزاف ديال الدول الأصلية، ولكن غادي نحاولوا نهزو الدول الأصلية اللي تنحتاجوا بزاف واللي تلقوا بزاف في حساب التكامل ديال U prime U à la puissance n. هاد لي U ce sont des expressions اللي فيهم x فيهم متغير، مثلا x جوج x زائد واحد، x على خمسة، شيء مهم فيهم x. هذه ستعطينا هي u n plus 1 sur n plus 1 plus une constante. وهذه إلا مشينا درنا لها بريم راه نطيحو في هذه ديريكتومون، ما فيهاش كاع النقاش. دونك غادي نشوفو هنا، احنا كاع نفيريفيو هاد الديريفي حتى هو ما فيها، بس على ان زائد واحد بلس كونستون نديرو لهذا بريم غنطيحو في هذا. الا بغينا البريم ديال اف على بويسونس ان شنو هو؟ هو ان تنهبطو هاد الان وتنديرو اف بريم وتنديرو اف على بويسونس ان موانزا، كاين ولا لا؟ دونك غنعتبرو اف هو هاد الاو و ان هي هاد ان بلس ان. دونك باش نديرو لهادي بريم غتعطيني هي ان بلس ان U prime U n plus 1 moins 1 moins هاد الان. صافي، دونك غنعتبرو هاد n plus 1 هي هاد الان، وهاد الاف غنعتبروها هي هاد الاو. دونك هي هادي، نهبطو هذا لتحت ونديرو هذا بريم ونديرو لهذا سور n plus 1 plus اون كونستانت. هاد الكونستانت بلوتو باردون، راه ديريفي ديال الكونستانت هي زيرو، باردون، بريم ديال الكونستانت هو زيرو. دونك هادي شنو غادي تعطينا؟ ان بلس 1 غتمشي مع ان بلس 1، شنو غتبقى لي؟ او بريم في او موانز 1 بلس 1 غتمشي على بويسونس ان، هي هادي. دونك فغي هذا هو البريميتيف ديال هاد او بريم او ان او على بويسونس ان. غنمشيو دابا ليزابليكاسيون نحاولو نابليكيوها، شنو غادي يكون من ليزابليكاسيون ديالها؟ مثلا غنعطيكم واحد دالة، واحد الفونكسيون اف دو اكس كي ايغال دوز اكس x au carré plus 1 le tout à la puissance 2010. On va nous trouver le primitif ديال هاد f de x. Donc باش نلقاو le primitif ديال هاد f de x on note بعدا. Le primitif راه تنكتبو على هاد الشكل. Donc خصني نلقى f de x، هذا هو primitif. باش نلقى le primitif في هاد الداله f de x صغيره تنكتبو f كبيره بالكغان، هذا هو primitif. Donc الا رديتو البال هنايا ضروري باش قلت لكم خصنا شويه ديال الذكاء وخصنا نردو البال بزاف. دونك غنشوفو هاد اكس او كاري بلس 1 الا درت لها بريم شنو غتعطيني؟ هاد اكس او كاري بلس 1 الا درت لها بريم شنو غتعطيني؟ اكس او كاري بريم هي جوج اكس، واحد بريم صفر. دونك الا رديتي البال الا درت لهادي هي هادي بريم بلا هاد 2010 غتعطيني هي هاد جوج اكس هادا. دونك on peut écrire نقدروا نكتبوا f de x على هذا الشكل، بلاص ما نديرو هنا جوج x نديرو هذه بريم، لحقاش ديجا x او كاري بلس 1 بريم هي جوج x. دونك نقدروا نكتبوها x او كاري بلس 1 بريم فوا x او كاري بلس 1 à la puissance 2010، بمعنى اننا بامكاننا هاد جوج اكس نعوضوها باكس او كاري بلس ان بريم، لحقاش ديجا هي اكس او كاري بلس ان بريم، دونك ما عندناش البروبليم. دونك هادي هي اف دو اكس. الا رديتو دابا البال كيفاش كتبت هاد اف دو اكس، ولات عندي بحال او بريم في او على بويسونس ان، بحال او بريم في او على بويسونس ان. دونك هادي ايغال ا كوا؟ U prime U à la puissance n. ولات مكتوبة على هاد الشكل هذا. إلا ولات مكتوبة على هاد الشكل هذا دونك البريميتيف ديال هادي هي هادي. غنهزو U ونديرو لها n plus 1، هاد n هذا plus 1 sur n plus 1. فينا هي ال U؟ هي x au carré plus 1. فينا هو ال n ديالنا؟ فهاد الحالة هو 2010، يولي 2010 plus 1 sur 2010 plus 1 plus une constante. دونك شنو غيعطينا؟ هذا هو البريميتيف.
دونك هاد اف دو اكس اللي هي هادي حطينا في الاول، ها هي اف دو اكس البريميتيف ديالها غران اف دو اكس، هاد الغران اف دو اكس هو هذا. دونك ها هي اف دو اكس ديالنا، قدرنا نكتبوها على هذا الشكل. لحقاش غير لاحظنا، غير مجرد اننا لاحظنا ان هاد ان اكس او كاري بلس 1 الا درنا لها البريم راه هي هاد جوج اكس، بامكاننا نعوضها بها وصافي. حنا طحنا في او بريم او على بيسونس ان، ان هي 2010 و او هي اكس او كاري بلس 1. دونك غنجي نعوضوا عليها هادي، غتولي او هي اكس او كاري بلس 1 على بيسونس 2010 بلس 1 على 2010 بلس 1 هي اكس او كاري بلس 1 à la puissance 2011 sur 2011 plus une constante. غادي نشوفو شي مثال اخر نطبقو عليه هاد الغولاسيون. نشوفوا شي مثال اخر نطبقوا عليه هاد الخل هاد الغولاسيون هادي. مثال اخر مثلا، هذا المثال الاول. نشوفوا دوزيام اكزامبل. دوزيام اكزامبل مثلا نعطيكم، ناخذوا ناخذوا اف دو اكس هي دابا هادي كالكول دو بريميتيف. ناخذوا اف دو اكس هي اكس او كاري اكس على بيسونس 3 moins 2, le tout à la puissance 6. Donc, on va le faire encore. ديما فاش يعطيونا مثلا شي حاجه هنا، غير ستشوفوا هنا يعني غادي البويسونس وتينقص، تقدروا تفكروا ديريكتومون في هادي. لحقاش الاو بريم ديما تينقص من البويسونس الا كان الاو اوس ان. دونك الا كانت هاد او فيها شي بويسونس، راه الاو بريم تينقص لذاك البويسونس بواحد. دونك حتى هنايا راه هادي فيها البويسونس 3، راه هادي فيها البويسونس 2. دونك تقدر تكون عندها هاد اكس او كاري عندها علاقه بالبريم ديال هادي. كيف ما فكرت هنا، هادي راه اس واحد وهادي اس جوج، مشيت درت لهادي بريم لقيتها عطاتني هادي. دونك حتى هنايا غنفكر فيها ديريكتومون فاش تكون اس جوج اس 3 اس واحد، عندي اس جوج. دونك اس جوج اس 3 هذا هادي ناقصه على هادي بواحد بريم وحده. دونك نقدر نفكر في هادي وندير اكس على بيسونس 3 موان 2 وندير ليها بريم، نشوف شنو غتعطيني. اكس اس 3 ناقص جوج بريم غتعطيني هي 3 اكس او كاري، صافي 2 غتمشي الزيرو، غتعطيني هي 3 اكس او كاري. هذا هو البريم د اكس على بيسونس 3. دونك الى رديتو البال هاد اكس او كاري ها هي كاينه هنا، شنو باقي ناقص؟ باقا ناقصه غير هاد 3. كيفاش غادي ندير نتعامل معاها؟ غادي نجيو نشوفو كيفاش غنديرو نتعاملو معاها. نقدرو نكتبو اف دو اكس على هاد الشكل، شوفو واش نقدرو نكتبوها. الا درت 3 وقسمت على 3 كاري اكس على بيسونس 3 موان 2 على بيسونس 6، درت هنا 3 وقسمت على 3 بحالي ما درت والو، 3 على 3 هي 1 بحالي ما درت حتى حاجه، ماشي زدت هنا ضربت فيها، 3 على 3 بحالي ضربت في 1 بحالي ما درت حتى حاجه. غنجيو دابا غنخلي 1 على 3 برا، بحيث 3 على 3 هي 1 على 3 في 3 بيسونس 3 موان 2 بيسونس 6. هذا ضرب، يعني نقدر ندير الاقواس في وسط منه بحال بحال. هاد العباره دابا راه هي هاد العباره، وهي هاد العباره نيت هي هاد اف دو اكس. لحقاش 3 على 3 بحالي ما درت حتى حاجه. يعني يكفي ان نلاحظ اننا ممكن نخرجوا ديري البريم مثلا هذه هنايا نقدروا نخدموا بها. دونك شنو هي هاد 3 اكس دابا او كاري، شنو شكون هي هاد 3 اكس او كاري؟ هي تساوي هاد اكس اس 3 ناقص جوج بريم. دونك نحطو هاد 1 على 3 ديالنا هنا، هاد 3 اكس او كاري غنعوضوها بهاد اكس 3 اكس او كاري، نعوضوها باكس على بويسونس 3 موان 2 بريم، ونجيو نحطو هاد اكس اس 3 ناقص جوج و 6 هنا حدانا. الا رديتو البال هادي بحال الا هي او بريم وهادي او على بيسونس ان.
U prime, U à la puissance N, avec U il y a X ou 3 ناقص جوج ou N il y a 6. Donc, حل رجعنا كسبنا هاد الغولاسيون هادي اللي عندنا هنا اللي هي البريميتيف ديالها معروف تنعرفوه. دونك ديما تنحاولوا فاش يطلبوا منا البريميتيف تنحاولوا نحولوا ديك الفونكسيون اللي عندنا على شكل شي بريميتيف مألوف معروف. شي بريميتيف اللي يكون معروف بحال هنا البريميتيف هذا معروف هاد U prime U N. قلت لكم ديما فاش تشوفوا مثلا هنايا تتنقص الاوس تينقص البويسونس ديالو عرفوا بان ممكن تجبدوا البريم ديريفي من شي حاجه. دونك هنايا هذه الطريقه باش غنتعاملوا مع هذا. جبت هذه درت لها بريم لقيتها عندها علاقه بهذه. دونك شنو غادي ندير هاد الثلاثه كي غندير لها ما كايناش هنا. دونك نقدر نضرب في ثلاثه ونقسم على ثلاثه بحال اللي ما درت والو. هي هذه دونك خرجنا في العدد شنو غتعطيني هي واحد على ثلاثة. دابا وصلنا للبريميتيف. دابا حنا هي هادي هي اف دو اكس تنحاولو نردوها على شكل شي حاجة اللي هي معروفة باش ندير لها البريميتيف. دابا حاولنا نردوها بريميتيف. البريميتيف دابا ديال هادي بحال اللي خرج لنا هنايا ا حداها واحد العدد زايد حدا هداك العدد يبقى تا هو هنا ما غاديش يتبدل غنحطو. وشنو هو البريميتيف ديال هاد او بريم او ا لا بويسونس ان هو هذا. انا نطبق عليها هذه العلاقه U على بيسونس n بلس 1 سور n بلس 1 n هي 6 و U هي x اس 3 موان 2. دونك غتعطيني هي x اس 3 ناقص 2 لو تو على بيسونس 6 بلس 1 وهنا 6 بلس 1 بلس اون كونستانت. دونك شنو غتعطيني هي ستة زائد هي واحد على ثلاثة إكس أوس ثلاثة ناقص جوج على بويسونس سات سور سات بلوس أون كونستونت. هنا كان ممكن ندير الأقواس ونضربو هادي هنا وهادي هنا كونستونت وخا نضربها فاش ما كان هاديك كونستونت ما معروفاش غتبقى ما معروفاش. دونك هادي هي واحد على واحد وعشرين وهنا تبقى لي إكس x اس 3 ناقص 2 تو على بويسونس 7 بلس اون كونستانت. هذه هي البريميتيف ديالنا. دونك هي طبقنا عليها هاد القاعده درنا حتى حاجه مجرد تطبيق هاد القاعده بقينا. تنتمنى تكونوا استفدتم معايا في هذا الفيديو ان شاء الله الى لقاء قادم.